جاء في كتاب تاريخ مساجد بغداد وآثارها للسيد محمود شكر الآلوسي عن هذا الصرح العباسي ما يلي: كان هذا المسجد الجامع أيام الدولة العباسية، بناه الإمام محمد المهدي في أوائل خلافته، وذلك سنة 159 للهجرة في رصافة بغداد في الجانب الشرقي منها، وكان واسع الفضاء والمصلى، وكان مصلى خليفة المسلمين من بني العباس، ومصلاه يومئذ يسع جمعا لا يحصون بعمارة تروق الناظرين إحكاما وصنعا، وفيه مئذنة شامخة تناطح السحاب، فلما دارت دوائر البلا على مدينة السلام انهدت أركانه واندرست رسومه وآياته، ولم يبق منه إلا مئذنته التي بقيت تندب قومها وتبكيهم. اعترض على الآلوسي بأن الذي بني عام 159 للهجرة هو جامع الرصافة الذي بناه الخليفة المهدي جنوب مقبرة أبي حنيفة النعمان التي تسمى مقبرة الخيزران، ثم أنه لم يكن العمران قد وصل في عهد المهدي إلى هذه المنطقة التي أنشئ فيها جامع الخلفاء حالياً، وأن الذي شيده هو الخليفة العباسي المكتفي بالله، وذلك عام 289 للهجرة المباركة.